وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عمر زرموح أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة مصرات. ورحب بك بداية دكتور زرموح. دكتور زرموح، في ظل هذه المختنقات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وإقفال الحقول النفطية وما إلى ذلك، سؤالي هنا ما التبعات الاقتصادية بعد حظر التجول في البلاد على المواطن بوجه الخصوص؟ يعني بداية أحييك وأحيي السادة المشاهدين. طبعا القرار الرئاسي يعني قرار عقلاني جدا ومنطقي جدا، وحدد موعد حظر التجول من 6 إلى 6 تقريبا، فهذا يعني معقول. لكن الحقيقة يعني قرار بلدية تجورة، يعني يفترض أن البلديات يعني لا تختلف مع قرارات الدولة، قرارات الدولة قرارات سياسية مفترض الكل يقضي عليها، لكن تدير قرار من نفسها يعني ما أعتقدش حتى من الناحية الإدارية سليم. لكن مهما كان، حتى لو يعني هي فوضت والله المجلس الرئاسي يصورها أن تتخذ مطرها مناسبة، فالحقيقة يعني التسكير على الناس 24 ساعة صعب يعني حقيقة، لأن الناس يعني هذه حياتهم يسترزقونها هكذا يعني. فمن حق طبعا البلدية أن تفتش، ومن حق أن تمنع أي سيارة أو مركبة يعني مشتبه فيها، يعني هذا كل السلطات هذه من حقها، ولكن أنها تقفل على الجميع و24 ساعة صعبة جدا. البضائع تحتاج إلى أن تمر من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق أيضا، يعني مش من الشرق إلى الغرب فقط. يعني حسب ما قرأت في بعض وسائل التواصل الاجتماعي أنه هو يعني ما فيش مهنة أن البضائع تنتقل من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق، يعني في مهنة. طيب، ينبغي أن تكون فيه نوع من التوازن والعقلانية يعني. طيب، وضحت هذه الصورة، ولكن في ظل هذه الظروف الآن ما الذي يجب أن يكون من ناحية اقتصادية وأنا أتحدث؟ في أي جهة يعني؟ الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة في ظل هذا العجز إن صح التعبير. الحكومة اتخذت خطوات صحيحة، كل القرارات اللي نتابع فيها، سواء قرارات ترتيبات مالية، سواء قرارات الحظر، سواء كل القرارات صحيحة يعني. ما عنديش عليها اعتراض يعني. صحيح يعني فيها مشاكل، القرارات اللي في ذاتها فيها مشاكل من ناحية ان احنا في أزمة، وهذه حقيقة يعني. انت لا يمكن تتخذ قرار يعني خيالي، فالقرارات واقعية وصحيح فيها مشاكل وعلينا ان نواجهها، ولكن الوضع بالضغط بطريقة تجورة بدوني كنا يؤدي إلى التهريب، أن الناس ممكن الوصول إلى بضائع معينة ممكن تقوم بالتهريب من أماكن غير حتى غير يعني هي غير يعني مش من الطريق الساحلي على طول، ممكن يأخذوا طرق أخرى ملتوية لا أعلم يعني بالضبط. لكن يعني دائما وين ما يكون فيه ضغط، خاصة في الحياة الاقتصادية، وين ما يكون فيه ضغط يكون فيه تحايل، يعني التهريب والأسواق السوداء والأسواق الموازية والمشاكل هذه أمتى تظهر؟ تظهر عندما يكون فيه ضغط، عندما يكون فيه قيود. ولذلك لابد أن السياسة الإدارية والقانونية والسياسة الاقتصادية لابد أن تكون معقولة يعني ومتمشى مع حاجة الناس، في نفس الوقت تكون حامية للناس، تحمي الناس وتحمي مصالح البلد يعني. التفتيش الذي ذكرته بلدية تجورة على المركبات المختلفة يعني منطقي جدا ومقبول، وهذا ما نريد يعني لا نختلف في ذلك على الإطلاق. لكن أنا نقطة الاختلاف الوحيدة بتاعي هو التفكير بنسبة 100% يعني بمعنى الوقت بنسبة الحظر 24 ساعة. 24 ساعة هذا هو الحقيقة الذي يبدو أنه قد يقود إلى بعض التهريب وبعض المشاكل وبعض وحتى لو فرضنا لما فيش تهريب سيكون في ارتفاع للأسعار، لأن السلعة عندما تنقص في مكان معين حيرفع سعرها، وهذا ليس في مصلحة المواطن ولا مصلحة البلد يعني. أشكرك دكتور عمر زرموح أستاذ العلاقات الاقتصادية.
بجامعة مصراتة. كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.